المغاربه غادي نعاود نطلبكم الله يرحم لكم الوالدين. هاد البنيه اللي كتشوفوا راها بنت خويا اللي كتواجد في المصحه ديال قطره حليب. هاد البنيه الاخوان راها كاينه من الجمعه اللي فاتت، يعني راه اسبوع وكل ليله الاخوان راه كتقام تقريبا بواحد 800 درهم. الوضع الاجتماعي ديال الاخ راه صعيب بزاف، صعيب قسما بالله. حنا هاد البنيه دي بغينا نعاونوا باللي قدر، كل واحد منكم يقدر يصيفط 50 درهم ولا 100 درهم على الاقل، غنكونوا جمعنا لها شي مبلغ باش نزيدوا نكملوا لها العلاج. الله يرحم لكم الوالدين. واللي بغى يتاكد من جميع المعلومات هاد النيميرو التليفون ديال قطره حليب، يتواصل معاهم ويسول على حفصه مسلم وراه غيعطيوه جميع المعلومات. نتمنى كل واحد منكم يتعاون معنا، الله يجازيه بخير اللي يقدر عليه. الله يرحم لكم الوالدين. واي ملي كنت باقي صغير كان عزيز عليا النشاط العلمي، وملي كبرت امشي العلمي وبقى على النشاط. واي الراجل فاش كيبغي يشري دلاعه كيدوق من المحلوله وكيدي المسدوده للدار، هو ما فخباروش باللي المسدوده شبعانه تصرفيق. هاي اللي خانها زهرها اطلق شعرها وتقول يا الريح يا الهبهاب اجيب لي حبي تلباب، راه راسي شاب من العذاب. اي هذا واحد خاين راسو كبير طلع للطوبيس ما لقاش بلاصه بقى واقف، واحد المراه كبيره وهي تقول لي داك اليتيماه تعال تجلس، جا جلس حداها شويه ويسول، قال ليها وباش عرفتيني انا اليتيم؟ قالت لي المرا وليدي اللي خرجت هذا الراس موحل تعيش. اي هذا واحد الدكتور مشى لواحد السبيطار ديال الحماق، هو شعل لهم الموسيقى، نادو كاملين كيشطحوا الا واحد خاينه جالس، هو يقول هاد خاينه هذا باين بعقلو، هو يمشي عندو وسولو، قال ليه انت علاش ما كتشطحش؟ قال لي حيت انا هو العروسه. اي هذا واحد خينا تزوج، دازت واحد سيمانه وهي تعيط لامو وهي تقول لي يا وليدي رد بالك من نساب، راه النساب ما فيهم ثقه. قال لها ما تخافيش امي ما تخافيش، راه الكوزينه انا اللي شادها بيدي، كنطيب ونجفف ونغسل الماعن ونسيق وندير كل شيء. وهي تقول لي صافي يا وليدي صافي، اللي عطى الله عطاه. المشكل راه ماشي في توصل الهضره، المشكل في العطريه اللي كتزاد. والهبيله اشتي ملي يقول لك المغربي تي هي حياتي، هذا لا يعني بانه كيبغيك، حيت المغربي اكثر حاجه كيكره هي حياته. اي شحال هذا واحد يهودي كان عنده واحد المحال قبل ما يحلو، كان يمشي يجبد واحد القلوش ديال العسل يضرب واحد المعلقه ويمشي يطلع على الصندوق ديال الالماس وديال الذهب، عاد كيمشي يفتح المحال ديالو ويدير كرسي ويجلس، ويجي عنده المغربي ديالنا ويقول لي صباح الخير يا عبد السلام انت ماك مقلق، ويقول لي لهلا يدوقك هذاك الشيء اللي داقت ولهلا يوريك هذاك الشيء اللي شفت. والمغربي عندنا على نيته كيقول ليه امين، والمغاربة من ثم هما حاسقين. اي هذا واحد خينا مشى للسوق ويتلاقى مع نسيبو كيبيع معزق، هو يشريها من عدو، ملي جا للدار وهي تقول لي مرتو قالت لي هذا اللي باع لك المعزق شمتك، قال لها شمتني جوج مرات.